في أشياء طبيعية تخفض الكوليسترول الضار، سجل عندكم. رقم واحد، فص ثوم يقطع شرائح صغيرة يخفض الكوليسترول بنسبة 10%. رقم اثنين، ملعقة صغيرة من السمسم أو ملعقة صغيرة من زيت السمسم. رقم ثلاثة، ملعقة صغيرة من زيت البصل يخفض الكوليسترول بنسبة 20%. تناول جزرتين أو ثلاث يومياً، ولا ننسى الفول والأفوكادو، ثلاث فواكه رئيسية تخفض الكوليسترول، الفراولة والمشمش والتين. كاس ماء دافي على الريق وتضيف معه عسل وزيت الزيتون، ولا تنسى بذور الرجلة وخل التفاح تنسف الدهون والكوليسترول نسف. لكن ممكن ما تقدر تستطيع انك تطبق كل هذه الوصفات، لكن لو طبقت منها 2 أو 3 يوم